هلا تركي، من طول الغيبات جاب الغنايم، وش عندك؟ هلا 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 عامر، شلونك؟ والله بصراحة تزوجنا وابتلشنا، يعني انشغلنا. والله اشتقتكم في الاستراحة، كيفكم وكيف العيال؟ طيب سير علينا. إن شاء الله قريب بإذن الله، بس عامر بغيتك في فزعة. عامرني. ما يمع لك عدو حبيبي، أنا بصراحة ببيع عفش الشقة وبوديه الحراج ومحتاج الونيت حقك تكفى. أبشر بعزك، ما طلبت شيء، خلاص أنا مرك. كفو عامر حبيب قلبي، خلاص أبسل لك اللوكيشن حق شقتي ومنتظرك، يرحم والديك لا تتأخر حبيبي. مع السلامة، باي باي. يا عجوبتي يا قلبي، ترى ما لنا إلا هالحل، ما في غيره. حنا نبيع أثاث الشقة ونستأجر شقة مفروشة، وبعد ما تجي الجمعية حقتك نستأجر شقة جديدة. يا سلام، ما أقول إلا مالت علي وعلى حظي. أنا لو ما أحبك ورحمتك ولا كان طسيت بيت أهلي وسحبت عليك. يعني تحبيني يا عجوبة؟ إيوة موت عليك. ها يا الأسمر يا زين، يا الأسمر يا زين، حبك أسرني خلاني أنسى أحوالي. يا حبي لك تركي، متزوج عندك يا كرامة. هنا أم عامر. هلا. وش طابخة اليوم يا أم عامر؟ طابخة الجريش وقرصان، رح أجلس بالصالة وأنا أغرف لك. لا والله، أغرفيني بحافظات أباخذ من إلي الاستراحة. تراك انهبلت بعد الاستراحة، أجلس كل معي وبعدين رح لهم. يا بنت الحلال، أخوياي معزميني لك شطوب الدهنة، أغرفيني بحافظتين كبار وخلي أخذ معي. ها، وش ذا الحافظة الصغيرة؟ كمان يقعد ياكل قدام وزني قطو؟ حطي حافظة سبيلي هبة الغنيمة. على هونت، على هونت ستكسر المواعيد. كفو يا صديق، كفو، حطوها بالهلي. ها شوفوه قدام العمارة. يا قلبي إذا نحل ظروفنا أوعدك بناخذ أثاث أطلق منك. من تزوجتك وانت تسحبني على وجهي بوعودك اللي ما شفت منها ولا شيء؟ طيب، هدي انت يا الحين، هدي. الله يرحم والديك، بإذن الله تنحل الأمور.